بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله اليوم باش نعمل مع بعضنا كيكة مالحة. وقبل ما نبدأ ونخدمه، نحيي كل الأخوات اللي اتصلوا بنا واللي يطلبوا معنا المشاركة واللي عندهم قنوات، نشكرهم برشا وكلهم إن شاء الله بإذن الله نتعاون مع بعضنا، وكلها في كلها يعني خدمة لصالح الناس وفي سبيل الله بإذن الله، إن شاء الله تكون صدقة جارية للجميع. نبدأ على بركة الله. اليوم عنا العجينة، باش نحضروا العجينة بتاع الكيكة المالحة هذه. بالطبيعة هي كيكة فيها حشو. اخذينا أربعة، كل واحد ياخذ الكيلة اللي حشتوا بها. أنا عندي الكيس هذا، استعملت الكيس هذا. بالنسبة للفارينة أو الدقيق، عنا 4 كيلات. كيلة حليب غبرة، حليب بودرة، وكاسين ماء، يعني نفس الكاس منها 4 دقيق، كاس حليب غبرة، 2 كيسان ماء. خذينا 2 مغارف خميرة خبز اللي هما 2 ساشيات يجونا، 2 مغارف سكر، ومغرفة ملح. نبدأ على بركة الله. توا أول حاجة باش نعملوها، احنا باش ناخذو كاس الحليب هذا الغبرة، ناخذوه هو الأول، وناخذو الخميرة هذه الخميرة، نخدموه مع بعضهم مليح مليح مليح، معناها يلزمهم يدخلوا في بعضهم يولوا كأنهم حاجة واحدة. نخدموهم نحركوهم بالكدا بالكدا بالكدا، ندخلوهم في بعضهم يعني يولوا كأنهم مزيج واحد، يعني كأننا نركضوا بالشاي. خدمناها الفرينة والواحد. توا باش نضيف الملح والسكر، مغرفة صغيرة ملح، مغرفتين سكر، أما ما همش معبيين برشا، يبدو ممسوحين شوي. خلط كل شيء مع بعضه. طيب باش نحط عندي كيسان ماء دافي، نفس الكيلة، باش نصب 2 كيسان ماء. هذوما كيسان الماء. نطور الخلطة هذه، نخلوها 10 دقائق ترتاح، ومن بعد نرجعوا لها باش نحطوا الفرينة. هذه الحشوة اللي باش نحطوها في الكيك، الكيكة المالحة. قصينا قريف الدجاج ورويس البصل وفوحناه وخليناها يطيب لين يشيح. فوحنا شوية ملح وفلفل أكحل وكركم وبهارات، ودرنا شوية فلفل أحمر شوية باش يبدلوا لونه. انتهى. ونحن نخلوه يتقلى مليح، باش نزيدو شوية ماء، ومن بعد نخلوه يشيح، يفسد بالكدا ويشيح، نقصو عليه النار لين يشيح، خاطر ما يلزموش فيه المرقة باش نحشوه في العجينة. هذا الخليط اللي خليناه لمدة 10 دقائق، شفتوا كيفاش خمر. توا باش نضيفوا الفرينه، ماذا بينا الدقيق قبل ما نعملوه نغربلوه، ديما ديما نغربلوه باش ما يتنحى الهواء منه. كما قلت لكم هذوما 4 كيسان فرينه، خلطوا بشوي. كان ما تلمتش العجينه، راهو نجمو نزيدوا شويه فرينه في الاخر، يعني كان العجينه نتاعنا ما تلمتش نجمو نزيدوها. تو عملنا الفرينة الكل كملناها، ناخذوها تو باليدين نعجنوها بيدينا، نلموها، لقيناها ناقصة شوي نزيدوها شوية فرينة. نعملولها شوية زيت،
ناخذ الزيت ندهن به العجينة، وفي نفس الوقت ندهن به الصينية اللي محطوط فيها، يعني فما شيء باش نحط الزيت ملوطة باش نمشي بها، يعني هي كلها باش تدهن تو بالزيت، وفي نفس الوقت العجينة باش تكون مدهونة بالزيت، يعني الزيت نحطوه في الاخر بكل، ونخلوها توا نص ساعة تخمر، يعني بعد المرحلة هذه نخلوها نص ساعة، نغطوها ونخلوها تخمر. هذه العجينة خمرت كما شفتوا، يعني فاضت وكما مدهونة بالزيت ما تلصقش، يعني هذه العجينة متاعنا حاضرة بسم الله، يعني تهزها معاها تمشي كما شفتوا. نحبوا نعملوها معناها كيكة واحدة، نحبوا نقسموها على اثنين، يعني نجم نقسمها على اثنين ونحلها حتى كان باش معناها تحب تزيد اخرى. هذه العجينة جاهزة، انا اول حاجة باش نعملها باش ناخذ شوية قشطة او كريم فريش ندهن بيه المكان باش نحط عليه الحشو. نحضرنا هذه توا عنا الدجاج، شفتوا هذا الدجاج اللي طيبناه، باش نجي فوق هذا بالضبط ونمشي نعمل كريمة طازجة. من بعد عنا معناها معدنوس وبصل او معدنوس وزيتون، وعنا الموزاريلا نعمل فوق مثال شوية معدنوس وكعبة زيتون اكحل، بعد نجيب الموزاريلا قصيتها شرائح، هذا جبن موزاريلا. تو كيفاش باش نسكروها؟ باش ناخذوا اول حاجه نجيو الشيره هذه نلموها، والشيره هذه نلموها كيف، ومن بعد باش نلمو من الجناب، باش نلمو من الجناب، لميناها من الجناب. توا باش نحطوها في الطبق نتاع الكيك، باش نحطوها ما نطيبوهاش في الطبق عادي باش تنفخ وتتلم، يعني تولي عاليه. انا الطبق نتاع الكيك انا باش نحطها في الـ في الـ نغطيها ببابي كويسون باش نحط عليها، خاطر انا شفتوها كيفاش كبير القياس نتاع الكيكه نتاعي، ومجرد انا باش نهز الورقه هكا باش تجيني مقلوبه، جاتني حاضرة في الطبق نتاعها، شفتوها يعني اللي سكرناه يجي من اللوطة والوجه يقعد من فوق. هذا توا باش ندهنو شوية عظم، نرش عليه كيما نحب، يعني حبة البركة نحط، نرش عليه السمسم، نرش عليه يعني الحاجة اللي عندك انت باش تزينها تنجم تحطها. هذا فص العظمة ما زدتو حتى شيء، انا عندي شويه سمسم يعني ها او جلجلين كل واحنا باش نرش من فوق. طب باش نحطوها معناها كل الفرن والحراره، احنا باش نحط الحراره 180 درجه يعني 30 دقيقه، وكل واحد والفرن نتاعو. الكيكات يعني الكيكه الاولى هذه اللي عملناها طايبه كما شفتوها، يعني جاهزه للتقديم، معناها تشوفوا الحشو في وسطها، هذا وجهها من فوق يعني بنينة برشا، والعجينة بنينة برشا. أنا عملت العجينة الثانية، عملت لها هنا زريعة الكتان، زينتها بزريعة الكتان، الأخرى زيناها بالجلجلان أو السمسم، كيف كما شفتوا العجينة بنينة والحشو متاعها، يعني كل واحد كيفاش يحب يعبيها. هذه جات اقل علو على خاطر القالب اقل علو من القالب الاخر، هذا قالب كيك ماهوش عالي برشا. تقدم يعني من المملحات، هذه الكيكه نتاعنا جاهزه،
هذه الكيكة اللي حطيناها في القالب طلعت برشا. عملنا الكيكة الثانية من غير قالب حطيناها في الطبق، جيت مهيش عالية، وحتى الحاشية اللي قاعدة الخبز متاعها طري برشا، معناها بنين برشا وطري برشا، يعني حتى العجينة هي تسمى العجينة القطنية، أما بنينة حتى شايحة من غير حتى شيء وبنينة. هذه عملناها بزريعة الكتان، وهذه عملناها زيناها بالجلجلان أو السمسم. المطعم بنين، إن شاء الله جربوها وتعجبكم. والحشو كل واحد شنو يحب، لحم مفروم، تن، معناها اللي عندك تنجم تعمل بيه. الأساس هو العجينة، العجينة خفيفة وبنينة، وتجي متاع عشوية باش تقدم حاجات مالحة، متاع سهرية، متاع شاي خفيف، وتجي لمجة للأطفال كذلك. وإن شاء الله تجربوها تعجبكم وتاكلوا بشفاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.